السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اكلمكم النهاردة على معنى طيب جدا جدا، ان احنا كلنا كنساء قوارير قابلة للكسر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت وصيته رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير معناها ان القارورة دي حاجة رقيقة، حاجة الفكاسات الرقيقة الجميلة اللي بتتشرى بتتحط بس زينة في النيش ده، مش عارفة بكام الف دول. فانت عامل معهم بدقة جدا وبحرص جدا لانها قابلة للكسر. النساء كلها قوارير قابلة للكسر، ولكن في بقى قارورة يعني قابلة للكسر جوه الكسر، هي بتبقى رقة في رقة في رقة. الشخصية الرقيقة الحساسة خصوصا من البنات محتاجة معاملة خاصة على فكرة، ومحتاجة انك انت تبقي معاها يعني نوع من انواع الرقة، الحنان، التفهم، الطبطبة. عادة بتبقى شخصية ودودة طبعا، جميلة وكلها قلب زي ما احنا بنحبها كلنا، لكن بتبقى حساسة قوي لأي حاجة، وتبص تلاقيها أي حاجة تعيط وتتكسر، فبتبقى محتاجة معاملة زيادة. لكن النساء كلها قوارير، والمفروض فيها الرقة. ماشي يا نساء، اسمعوا الكلام اللي أنا بقول لكم عليه ده علشان ده موضوع مهم. وبعدين تبص تلاقي الست داخلة قارورة رقيقة سنتين ثلاثة، تبص تلاقيها خميس، إيه اللي قلبك خميس وجمعة كده؟ مسؤوليات والدنيا والغم والمشاكل وكثرة الضغوطات. الحل في حاجة بسيطة جدا، قسمي وقتك، وزعي المهام، ما تشيليش شيلتك. كلنا قوارير، ولازم تعرفي عن نفسك كده وتعرفي انك انثى رقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.